الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين امين. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأتقاه وأهداه. قال: وخرج علي رضي الله عنه إلينا حين ثوب المثوب فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. يعني هذا أفضل الأوقات، هذا عندما ثوب. تعرفون هذا الخلاف التسويب، هل في الثاني أو في الأول؟ لو قلنا في الأول يعني قبيل الفجر يوتر، لو في الثاني مع ذلك حتى لو دخل الوقت يوتر، وهذا كان يفعله ابن عباس رضي الله عنه، كان يوتر بعد دخول الوقت. نعم فضل. وقال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي قال حدثنا حماد قال يعني ابن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة رحمه الله أن عليا رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد، أو قال مثدون اليد، أو قال مخدج اليد. قال: لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقترونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فقلت لعلي رضي الله عنه: أأنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. وقال أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال حدثني مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال: كنت عند علي رضي الله عنه فأتي بكرسي وتور، قال: فغسل كفيه ثلاثة ووجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه. قال: وصف يحيى رحمه الله فبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره، قال: ولا أدري أرد يده أم لا. قال: وغسل رجليه، ثم قال رضي الله عنه: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة عن عبد خير. هذا الحديث الأول، حديث عن أبي طالب رضي الله عنه حين قال الوتر حسن، يعني في هذا التوقيت إسناده صحيح، شرط شيخين أخرجه الطبرسي وابن ماجه من طريق شعبة بهذا الإسناد، وفي الكلام على الوتر. قال: إذا جاءكم حديث صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياءه وأتقاه وأهداه، كما قلنا أمس، بأنك وجوبا تعلم ذلك بأنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، وأنه أيضا ما أمر بأمر إلا والخير فيه. قال: ما علم في شيء يعني ينفع الأمة إلا وأمر به، وما علم من شيء إلا يضر الأمة إلا نهى عنه بأبي هو وأمي. نعم. فلذلك قال: ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأتقاه وأهداه وأنقاه وأهناه، في رواية يعني تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأمر إلا بما فيه الخير وبما فيه الرفع والعز والتمكين. نعم. ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصالة من عند من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصالة من؟ من الله جل في علاه، فهي وحي من السماء. وحديث الثاني حديث النهران، وأنهم كان فيهم رجل مودن أو مذدون أو مخدش، وهذا رجل من الخوارج، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: تنبت حين فرقة من المؤمنين تنبت نبتة سوداء، قال: يقتلهم أهل أولى الطائفتين بالحق. قال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأحق كان مع علي، ومعاوية كان معه بعض الحق، لكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق، فعرفه علي بن أبي طالب فبحث عنه حتى أتى به. قالوا: أنت سمعت من رسول الله؟ قال: إي ورب الكعبة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علامة الخوارج هؤلاء. وقلنا بأن الخوارج جالسوا بكفر، علي بن أبي طالب هو أعرف الناس بهم، لما قالوا له كفروا قالوا: لا، قال: لا، من الكفر فروا. قالوا: من المنافقين؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: إذن صفهم لنا. قال: إخواننا بغوا علينا، لا نبدأهم حتى أبدأون. فلما قتلوا قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأما في الحديث الثالث أنه أوتي بطور، طبعا هذا إسناد صحيح شرط الشيخين، ووضوء عند أبي طالب الإسناد فيه صحيح، مالك بن عرفطة وخالد بن علقمة نفسه. وأخطأ شعبة في الرجل باسمه واسم أبيه، قال: مالك بن عرفطة وهو خالد بن علقمة، وهو عبد الرحمن وعبد الله بن أحمد. أنه أوتي بطور في ماء فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه، شوف مسح برأسه ولم يقل ثلاثة،
ولو كانت ثلاثة لقالها. ولذلك المسح مسح واحدة فقط. فعلي بن أبي طالب أوتي بطول فغسل كفي ثلاثة وذراعي ثلاثة ومسح برأسه. وصف يحيى أنه مسح بمقدم رأسه إلى مؤخره ولا يدري أرده أم لا. وصح أنه رده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح بمقدم رأسه فذهب ورجع إليه. وهذه فيها دلالة على أن المسح كانت واحدة خلافا لما قال الشافعيان المسح ثلاثا قياسا على الوجه. وأيضا لرواية أن عثمان بن عفان جاءت مطلقة. والصحيح أن مسح الرأس واحدة ليس ثلاثا كما قال الشافعية. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون الرأس واحدة مسحا لا غسلا. وفي حديث عبد الله بن زيد ظاهر جدا أنه مسح رأسه بمقدم رأسه وذهب إلى آخره ثم رجع به مرة واحدة ما زاد مرة واحدة. وغسل رجليه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الصحابة أنهم كانوا يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير ودقيق وجليل وجليل وينشرونه بين الناس. كانوا ينشرونه بين الناس لأن فعل النبي تشريع وهذا تعبد لله جل فعلا. فمن تعبد لله فاز وحاز إذا تعبد بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. الفاظ المستنبطة فعل النبي تشريع الإخبار بالغيوب من علامات النبوة كما أخبر بالرجل مخدون لدي من الخوارج. ظن الخير بالنبلاء من علامات الإيمان. ظن الخير بالنبلاء من علامات الإيمان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.